هنا في الإمارات، هنا في الشارقة المشرقة، هنا في دار سلطان تستقبل هؤلاء النجوم. سعود محمد هذا مدير الفريق، عمر عبد الله الإداري، أحمد هاشم مدرب، وعندهم أريان محمد المعالج، وعندنا اسم بزق عمل شو إعلامي على مستوى عالي جدا. أتمنى نشوفه باكر في الصحافة. هو طبعا خالد العبيدلي اللاعب الرائع جدا اللي لعب أولى مبارياته يوم أمس مع فريق ريتشارد تارجت وسجل 4 أهداف وكان بالفعل لاعب قتلك، ذكرني بعبد العزيز محمد في بداية طلوعه. طبعا عبد الزوز اللي هو نجم فريق نادي الشارج، هذا الكلام في بداية ظهور هذا الولد، في بداية نبوغه قبل ما يلعب حتى على مستوى الفريق الأول، نتكلم عن النجم الكبير عبد العزيز محمد. إذن بداية المباراة، اللمسات، اللفات، الروحات واليات، الأسماء والنجوم رقم 2 ورقم 6 وكل الأسماء المتواجدة في هذا الفريق. يعني نتكلم، قلنا رقم 2 عندهم اسمه حامد زراعي، حامد عبد الله، حامد عبد الله، وعندهم رقم 11 هذا النجم اسمه أسامة عصام، وعندهم أيضا اللاعب رقم 6 اللي لمسته في الكرة تبين من أول البداية إن لاعب له مستقبل اسمه مايد جاسم. مايد يعني مالنا هذا اسم مايد، ما حد يسميه اللي عندنا هني. عموما إن الفريق الأصفر هو بركان، ونتمنى أن يثور البركان في كرة القدم، بس لا إله إلا الله غير كذي لا. فلذلك إن قالوا عندهم اللاعب رقم 11 اللي هو محمد عبد الله، وعندهم رقم 10 عبد العزيز محمد، الله الله على الاسم، وعندهم جاسم يعقوب هني رقم 8. يا حلاوة اسمك، يا حلاوة اسمك، يا ريتك ألاقيك مثله، جاسم يعقوب نجم الكرة الكويتية في العصر الذهبي. هذا 10 صغير لمست تبين يا محمود يا يزن انك لعيب. 6 الرائع مايد جاسم، التمرير ال 11 أسامة عصام، اللعبات على الأرض، الاستلام بشكل جميل، لكن الدفاع المتقدم اللي يشتغل فيه الفريق الأصفر على طول الأصفر، الله ذكرني بالعروبة في الدورات الرمضانية، العروبة طبعا اللي صار بعدين الشارجة، القطعة واللمسة والهمسة واللعبة، المجموعة من الشباب اللي تلعب تبدع تمتع على طول التعدي، يا سلام. لكن الضغط القوي يا عيني خارج الملعب عند أسامة، أسامة ترجع مرة ثانية لمايد جاسم، مايد شوف الإعدال اللي رقم 2 حامد على طول، إذا 6 مايد حامد إلى 10 محمود يزن، يموئ يفتح يلف، لكن الكرة إلى حارس المرمى. الشوط الأول من هذه المباراة والمباراة الثانية في مستوى الناشئين، أنت شفنا ناشئة واسط وشفنا فريق ريتشارد تارجت، تارجت كان عمل تارجت رائع جدا، شوف اللعب على طول. نتمنى يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، اقدر انكم سامعين وشايفين وموجودين، شيلوا الابداع، خلاص العب، ابدع، امتع، انت جاي هنا تتمتع في كرة القدم، جاي تعيش في دورة رمضانية، في بطولة، في تواجد، فلازم تعطي اللي عندك علشان نقول يا سلام، نقول يا عيني، نقول كل الألقاب. استلام مع التسليم عند رقم 9 هذا حميد جاسم، حميد عبد الله حسين، يلا يا عبد، لكن مقطوعة من نص الملعب مرتدة، والتغطية الدفاعية من اللاعب رقم 5 عبد الله حسين، هذه طبعا اللاعبين الأساسيين على طول الانطلاق يا ولد. هذا رقم 11 قالوا عن اللعيب، قالوا عن اللعيب، مقطوع على طول، شوف التسليم من مايد جاسم والتغطية على طول عند محمود يزن اللي الكرات كلها عنده، هذا هو محمود يزن اللي الكرات كلها عنده، لاعب متميز رقم 10 في فريق سبورت اوف اول. من بعيد تصويبه، من بعيد تصويبه قوية عن طريق حامد عبد الله، يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، وين الابداع وين الامتاع، وين كرة قدم الصالات، وين المهارة، وين الشوتات، وين اللمات، وين الاقوال، هي اللي تعطي حلاوة للعب. يلا انا عاملكم كانكم نجوم بالفعل، لان مش نعاملكم كانكم نجوم، انتم نجوم، لكن احنا خلاص
يعطيك انك انت الدفع خلاص تكون متواجد في الملعب، لا تخاف، ابدع، امتع، قدم، اخطأ، كل هذه الامور واردة في كرة القدم. انت لسه طالع، انت لسه نجم، انت لسه بازغ، انت لسه يعني بذرة صغيرة، انت امتاع، انت ابداع. فريقين رائعين، بركان وسبورت اوف اول. ترجع على طول محمود يزن، هو اللي كل اللمسات لفريق سبورت عن طريقة اللاعب رقم 10، صغير، جسمه صغير لكن عنده عقل كبير. سيبك من الريل والمهارة واللعب، الله، يا سلام يا سلام يا سلام، يا عيني يا عيني على اللاعب رقم 7 أحمد محمود، أحمد محمد موسى. على طول حامد عبد الله للخلف إلى مايد جاسم. شوف 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 الولد، شوف الولد، شوف الولد، شوف اللعبات. الله 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 الله، ولد ولد يا محمود يا يزن، ولد 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 ولد، اللمس والباصة واللعبة واللف، وعلى طول يا حبيبي، يا سلام، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الله على اللاعب رقم 6، خلي بالكم من لمسته، خلي بالكم من وقفته، خلي بالكم من باصاته. نتكلم عن مايد جاسم، هذا اللاعب رقم 6، مو باللي سجل، لا، الولد اللي يلعب في الخلف في الدفاع، لا، ولد هني اللي يدور على لاعب للمستقبل في خط الوسط، اللي هو طبعا لاعب الدائره. عليكم بهذا الولد، ما شاء الله تبارك الله. يزن، يا سلام يزن، لكن التغطيه على طول من احمد محمد. 8:30 للخلف، استلام لحارس مرماه، يسلم هذا اللاعب رقم 11 ايضا مميز، اسامه عصام. ترجع مقطوعه، يلا على طول، يلا يا بركان، ثور يا بركان، على طول يزن، اهني على الطرف مايد الرائع، لكن التغطيه القويه جدا من عبد الله حسين. تدخل برا، استلام حلو مع تحضير جميل، مع نظره رائعه على الطرف، رائع التعدي، لكن التغطيه الدفاعيه، هو الولد، هو مايد، هو ميادي، هو ميود، هو النجم، هو اللي بالفعل راح يكون ان شاء الله مستقبل كبير. شوف الدفاع عنده، شوف القطع عنده، شوف النظرة عنده. الاستلام على طول لبركان، للخلف حميد جاسم، يضغط أحمد محمد، الاستلام لبركان، تمريرة بذكاء، التعدية والجول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ابن البلد، عمر صالح يسجل هدف التعادل. إذن 1-1 محمود يزن الهدف الأول، ويعادله عمر صالح الرائع. حلوة اللعبة، حلوة اللفة، حلوة اللمة. أعتقد أني طبعا يطلب وقت مستقطع المدرب. نعود أيها السيداتي والسادة، أحبتي مشاهدينا، معاكم أستمتع بنجم رقم 6 اسمه مايد جاسم في فريق سبورت، وفي لاعب موهوب، موهبة ما شاء الله، يعني إهني تحس بهذا الولد راح يكون له مستقبل كبير. أيضا رقم 10 محمود يزن، الاثنين هذيل لا عندهم لمسة شيء غير عادي، لمسة سحر، لمسة لاعب طالع للنجوم، صاعد بشكل جميل. شوف الاستلام، شوف الاستلام، شوف التغطية، شوف استرجاع الكرة، شوف الاستلام من أسامة، الضغط الدفاعي، ترجع لبركان، يعدي بمهارة، يضغط على طول، يقطع بشكل حلو، هجمة سريعة مرتدة على الطرف، هو والجول. حارس المرمى يغطي، حارس المرمى عبد الرحمن علي هو اللي يغطي. 1-1 هذا الصغير اللاعب الكبير. يا ولد يا ولد يا ولد، ما اعطاني فرصه حتى افكر. شوف من اللي بالجول، مايد 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 مايد، شوف العرضيه، شوف الاثنين، الله الله على التكمله، الله على التغطيه. شوف هو عمل التغطيه على المدافعين، والكره لمسته وراحت في الجول. هذين الاثنين
هو اكتشاف هذا اليوم. يقطع حمايد ترجع مرة ثانية، لكن الدفاع ياخذها يضغط عليه الاستلام يطلع الكرة خارج الملعب. 2-1 سبورت اوف اول بركان. ترجع احمد محمد الكرة خارج الملعب 10 دقائق، يعني المتبقي تقريبا الان ندخل على الخمس دقائق الاخيرة. ترجع مرة ثانية استلام عند عبد الله حسين، يعدي 9 حميد جاسم يمرر، يا سلام يضغط المدافع على اللاعب عبد الله حسين، الكرة خارج الملعب 2-1. شوف هذا عبد الله حسين تركيز، يلعبها عرضية الدفاع يقطعها، صاحب المهارة يكملها، ترجع على طول التغطية من لاعب رقم 2 اللي بالفعل ايضا يثبت نفسه، حامد عبد الله زراعي. حامد، هذا حامد مهاري ليبرو، استلام من النجم، التعدي يا ولد، العرضية يا عيني، الجول كرة في الجول، هوبا على طول لكن يتأخر، ترجع مرة ثانية يسلمها إلى النجم، إلى النجم لكن يضغط عليه مايد، يضغط على مايد اللي طبعا الكرة اللي ضيعها الرقم 11 أسامة عصام. أسامة عصام تشوف اللعبة، تشوف اللمة، لكن حارس المرمى وحاول ياخذها على الطاير لكن المدافع غطى عليه أحمد جاسم. ترجع مرة ثانية لبركان، هذا رقم 3 عمر صالح صاحب الهدف، التغطية بشكل حلو، برابو، استلام على الطرف، شوف 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 اللعبة، شوف اللعبة، جول انت والجول، لا 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 مش من اولها، مش من اولها يا أسامة، تضيع بهذا الشكل، يقول لي شوف، طيب برافو في الدفاع في حارس المرمى. 2-1 4 دقائق و15 ثانية متبقي، على طول حميد جاسم يعدي نص الملعب، شات حارس المرمى، حارس المرمى هذا حارسهم سيف صبيح، سيف احمد صبيح الرايع، مايد الرايع، مايد شوف شوف على طول للخلف الى أسامة عصام، على الطرف الى محمود يزن، ترجع مرة ثانية مايد، هات وخذ بهدوء، استلام مع تسليم، تمريرة في العمق ولا اروع، عرضية ولا اجمل، جول ولا اروع، يا ولد يا ولد يا محمود يا يزن، هدفين هدفين له، مسجل هدفين وجول عند مايد، يا سلام يا سلام يا سلام على الاثنين، متعة على الاثنين، روعة على الاثنين، نجمين ان شاء الله حتشوفوا الاثنين، خلوا بالكم من الوجه وركزوا على الوجه، لكن هذا رقم 6 لا ما راح الشبه يروح عنكم، لان مشيته جسمه تكتيكاته نظرته كلاعب، يعني انت لو تتفكر وترجع وترجع الذاكرة حتفتكر هذا النجم بشكل اهني. طبعا نرجع لمين؟ لبخيت سعد، لبخيت سعد نفس القوام، نفس اللعب، نفس المهارة، نفس النظرة، نفس الشكل لما كان صغير، اللي ما شافه أنا شفته هذا الولد. ترجع على طول للسلام سلطان، على طول إلى رقم 8 هذا جاسم يعقوب، مرتد لكن يرجعها المدافع عبد الله حسين، يا عيني يا عيني يا لا 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 لا، محتاج باس، محتاج باس يا ولد يزن، ترجع على طول مرتدة، عبد الله حسين يمرر على الطرف، هوبا وين الدفاع، على طول يكمل الرايع، حامد عبد الله يطلع الكرة خارج الملعب. 3-1 آخر دقيقتين، آخر دقيقتين، هذا عمر صالح، عمر صالح استلام مع لفة مع همسة مع مرتدة مع روعة مع ترقيصة مع فكر مع تمرير مع دفاع قوي مع ارتداد من بركان، شوف السرعة، التعدي يا ولد يا ولد على الكوبري، يا ولد على الكوبري اللي فات، لكن الكرة طالت وطلعت برا، هذا رقم 3 عمر صالح
صاحب الهدف الوحيد لبركان. صاحب الهدف الوحيد لبركان. على طول ارتداد لحارس المرمى اللي سلمه يا ولد عد يا ولد يا عيني هوبا يا يزن يا ولد يزن يبغي يجيب الهاتريك. يعني عاد هناك اليوم نتكلم عن خالد العبيدلي اربع اهواف. شوف 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 هني طبعا الضغط على حارس المرمى والقطعه والدخول والترقيصه واللعبه والاناقه. انت تتكلم عن نجم ممكن يكون له باذن الله اسم ومستقبل كبير في سماء كرة القدم او كرة الصالات. وخلي بالك الصالات طلعت اسماء يا بت رونالدينيو وفي اسماء وكاكا ومين 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 اعد لك واقول لك مين. ترجع على طول الاستلام يزن الله عرضية يا عيني لكن طالت هربت خلاص مرة. الثواني الاخيرة فريق سبورت رائع، فريق سبورت مبدع، فريق سبورت في اسماء في نجوم في ترقيص في لعب في شكر في مدرب حاطط لعب تتفرج عليه. برابو لمدربهم. نتكلم عن مدربهم جابر محمد درويش، هذا هو محمد صادق وجابر لكن جابر هو المدرب. نعم احنا حاطين مدير الفريق عبد الله حسن. طيب مين المدرب؟ وهناك محمد صادق اداري وحاطين مين مدرب؟ جابر. طب مين هو المدرب مين؟ عموما شوف ترجع الكرة 3-1. الثواني الأخيرة الاسم الجميل اللي زادم أقول لكم حطوا يا ولد يا ولد يا ولد يا عم أعطينا فرصة. طيب نتكلم طيب نقول لك شو صف فيك شو خلي منك. شوف 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 ولد 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 لعب ما يلعبهاش إلا لاعب مب يا حلاوتك يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين. ايه ترجع 4-1. الثواني الاخيره بركان لا بركان ولع ولا شفنا حد يتدلع لكن سبورت هو 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 اللي قدم وهو اللي ولع 4-1. اذا نعود ايها السيداتي والساده بعد ما استمتعنا للانيق واستمتعنا للكوتش في التحليل لهذه المباراة. طبعا الان نتكلم عن خالد الحمادي والكوتش عبد الله عبد الباسط واحد من الاسماء صاحبة الذي عرفت اسرار كرة قدم الصالات من الكوادر الوطنية اللي نتشرف بيكون عندنا مدرب وكوتش بهذا الحجم باسم عبد الله عبد الباسط. نعود للمباراة 4-1 الشوط الاول. يعني هناك اليوم اكتشفنا نجمين، ما ادري يمكن انا ما اخذت بالي من كلام الرائعين هناك الحمادي وعبد الباسط، لكن انا في وجهه نظري ان محمود يزن ومايد جاسم هم حديث الساعه على مستوى المهاره ومستوى اللعب والاناقه. هوبا طويله، اثنين لعيبه على مستوى عالي جدا. ثلاث اهداف سجلها محمود وهدف عند سيف الرابع تقريبا محمود. نعم عموما ترجع او هدفين هدفين مايد وهدفين يزن سوري. ترجع مرة ثانية 4-1 الشوط الثاني. فريق منظم، فريق عنده اسماء عنده نجوم. في الطرف الثاني البركان فريق عنده المهارة لكن محتاج التنظيم التكتيكي في الملعب. شوف هني طبعا التمريرة في العمق الدفاعي، استلام مع التغطية، هني طبعا الاعتماد على المهارة. وطبعا الموجود هنا عبد الله حسين عبد يلعب في العمق لكن لحارس المرمى سيف احمد عند هني رقم اثنين. شوف عندهم حامد عبد الله، حامد على طول هذا مايد. الله الله عليك، يا سلام يا سلام يا سلام على الاهات، يا سلام على اللعبات، يا سلام عطى عطى خليه يراوينا. شوف 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 يا عيني يا عيني يا عيني على طول الى يزن. يزن هو اسمه محمود يزن. يزن ابوه موجود يتفرج عليه يقول لك والله انا اللي تعبت عليه يزن. ومحمود اهلي طبعا ما فيك نفس الشيء. عموما محمود يزن اللاعب رقم 10 في سبورت، لاعب ما شاء الله تبارك الله موهبه
موهبة من البداية تبان، وعد يقول لك الجواب يبان من وين؟ من عنوان في العمق، لكن حارس المرمى استلمها على طول يلعبها على الطرف. يعني عملية التحضير عند اللاعب رقم 11 أسامة عصام. شوف أسامة عجبني في كل شيء، لكن قصتك لا، هذه العد احنا عيالنا نبغيكم نترك هذه القصات مال اللعيبه اللي قال لا 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 خلكم حلوين، خلكم اهني عد احنا الاوليين. اي كانوا يسوون كشه ويسوون، لكن عاد مو بقصات كذي يا اولاد، يعني تبقى شوي كذا. ها شوف ربعك بقصاتهم الحلوه بشكلهم الحلو. لا 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 انا مش معاك، انت لعيب يا عيني يا عبد الله يا حسين. صاروخ عبد الله حسين، يعني قص علينا وخلانا نتكلم عن القصات وهو حطها صاروخ في الزاوية البعيدة. شوف 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 يا سلام روبرتو كارلوس ما شاء الله. ها شوف، طيب نشوفه مرة ثانية من هذا الطرف، يا عيني على اللفة. لا ولد لعيب عبد الله حسين كابتن الفريق يسجل ويقلص الفارق 4-2. لا احنا نتفرج ما شاء الله، يعني خلاص انا اعطوني اقول لهم لقناتنا اعطوني هذه المجموعه من الشباب الصغار هذول يلعبون، ان الاستمتاع مخمخ. ولد 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 ولد، شوف التغطية، احمد محمد على طول يزن حارس المرمى يغطي 11، هذا اسامه. يلا يا اسامه، يا اسامه على الطرف الاستلام، التمرير بأناقة أحمد محمود. شوف هاتو خذ التغطية الدفاعية، حارس المرمى يشيل الكرة تلعب على طول، الرايع مقطوعة، بدأ بركان يثور أحمد محمد، لكن استعجل فيها الكرة خارج الملعب. الكرة خارج الملعب 10:43. الشوط الثاني اللي طبعا نتذكر ويا الله يستاهلون، يعني من كثر ما فرحونا يستاهلون. نعيدها ونعيدها ملعبهم، نعيدها. وطبعا يا عيني يا عيني، طب خلونا نتكلم شوي، خلونا نبارك، لكن ماشي. يزن يعدي محمود مهارة، يا ولد هوبا، يا عيني عليك يا عيني على التمريرة. انت تأخرت سنة، يعني ما عليش، انت عملت القطعة حلوة يا مايد، لكن اتأخرت سنة وحارس المرمى تألق. استلام مايد، برابو، بمهارة للخلف على طول حامد عبد الله بأناقة، تمرير استلام مايد، الله التمويهة حلوة للخلف حامد، نظرة برابو، ضغط دفاعي موجود في العمق إلى يزن، يستلم يرجع برابو، ترجع مرة ثانية يموه لحارس المرمى هوب. لا 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 لا, لا. البداية تقول لك يا حارس المرمى لا لا يا سيف، لا لا ملك شحا. شوف اللعبة اللي فاتت، شوف شوف شوف، رجع لحارس المرمى، ضغط عليه الرايع عبد الله حسين، كاد يسجل ويقلص الفارق، لكن الكرة عدت طلعت هربت راحت. ترجع بركان، بدأ يثور بركان، بدأ يعود. يعني محمود يزن على الطرف بأناقة، يا عيني يا عيني، لا 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 يا حكم فاول، اللمة كانت لمة، اللعبة كانت لعبة، والمدافع يعني وين وداك وين وداك، رداك الفريج مرة ثانية. استلام مقطوعة بأناقة، حامد على الطرف، شوف 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 رقم 10 يا عيني، مايد ينضغط عليه، يستلم على طول الدفاع، شوف التعدية، شوف التمرير، شوف الاستلام، شوف الحارس، شوف المتابعة، شوف بركان، شوف الروعة، شوف تغطية المساحات. لا لا لا، شغل مدربين، شغل مدربين، الله. مايد بأناقة، مايد للخلف، استلام على الطرف، نظرة ليزن، ينطلق يلعب على طول، يمرر الدفاع عبد الله حسين اللي شايل اللعب كله، هذا اللاعب رقم 5 في فريق بركان. يا عيني يا عيني يا عيني، عيدها عيدها يا سامر، يا سومر يا سامر، قول لي عندك بس، عيدها 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 عيدها. شوف العبله، شوف يا ولد، يا حلاوتك يا جمالك،
الله يرضى عليك يا ابني، لعبة لعبة بالمباراة على طول. شوف ترجع يعني الاستلام، بركاني حضر 7 دقائق و38، عبد الله حسين يمرر بأناقة يشوت، المتابع برايع، أحمد صالح صاحب أول جول لفريق بركان، يلعب للخلف بهاري، الله يا سلام يا سلام يا سلام. عمر صالح أيضا اسم افتكروه، عمر صالح اللاعب رقم 3، ترجع للخلف، صافرة من الحكم، يعني صافرة من الحكم 4-2. المباراة الثانية طبعا الصدارة الآن 6 أهداف في المباراة الأولى لفريق ريتشارد تارجت، 6 أهداف و4 أهداف للعبيدلي، خالد العبيدلي. ترجع على طول، شوف التغطية للخلف، استلام مع التسليم بهدوء، التمرير برابو، يا سلام يا سلام. حلوين يا أولاد، حلوين يا أولاد. هذا الأشول مين هذا؟ هذا عبد الله موسى، عبد الله موسى الأشول، إلى الرائع، إلى المبدع، إلى الممتع، إلى مايد، إلى موسى، للخلف هاتوا خذ. شوف اللعب، استمتع وقول عد. أنت تقول فريق صغار، لا 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 لا، كبار كبار في أدائهم، صغار في أجسامهم، في أجسامهم، في عمرهم، لكن يا ولد يزن 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 يزن. محمود إلى الرائع، موسى إلى الخلف، سبورت، شكرا لمدرب سبورت أوف أول، كل الشكر لك. يعني طبعا التعليمات، طبعا مراقب المباراة الحكم الثالث خليفة الحمادي، والميقاتي مال الله، شوف يلعب من نفس المكان، عند النجم، عند الاسم، عند الروعة، محمود يزن، هذا هو محمود يزن، افتكروه رقم 10، وهناك طبعا مايد رقم 6، هذين الاسمين الرائعين. هذا هو يزن محمود، شوف 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 الباصة، لا طولت طولت يا محمود، طولت. شوف، فلذلك ليش؟ لأنه إني يبغي اللاعب يطلع لي، هو تأخر فالحكم صفر، 5 دقائق و14 ثانية. عبد الله حسين حلو، يضغط عليه يزن على الطرف إلى عمر صالح، برابو يمر يسلم، حلو مع التمويه، مقطوعة، عمر صالح في العمق، هات وخذ، برابو، يا سلام. يلحق طبعا اللعبة اللي فاتت مع رقم 10 عبد العزيز محمد، وعبد العزيز محمد يا ولد على الكرة الطويلة، هوبا هوبا، يا سلام. تأخر كان من الأول، لكن هو تخوف شوي لأن المدافع مغطي عليه وضاغط عليه. إن عمر الصالح على الطرف، عزوز على طول يموع، عبد العزيز يا عبد العزيز يا عبد، هذا 9 اللي شايد أحمد جاسم، أحمد جاسم، وهذا حارس المرمى سيف أحمد، برابو عبد العزيز، يضغط لكن الدفاع يطلعها للخلف، حلوة قوية من عبد الله حسين، تصويباته قوية جدا، لكن ميزته أنه ممكن ياخذ المساحة ويعطي لنفسه الحركة وبعدين يشوت. ترجع تأخذ، شوف الكرة خارج الملعب، 4-2 4-2. يعني طبعا يعني كل موجودين، يعني نبارك لكم ونقول يعني خلاص عاد الان، الان الاحتفاليه والشكل الجميل، نتكلم عن البطوله الخليجيه، يا جول يا الجول يا الجول يا الجول، اعطونا مجال نبارك لاهل الدار، عاد لازم نبارك لهم اداره الشارجه بطوله الخليج، عاد تشوف اللعبه اللي فاتت، نبارك لهم بطوله الخليج لكره السله اللي حققوها قبل رمضان بيومين، وافرحوا وامتعوا وقدموا، ونبارك لهذا النادي العريق نادي الشارجه مستضيف هذه البطوله. على طول استلام في العمق مع التمرير، يزن تطول عليه، يدفع باللاعب رقم 7 ناصر محمد، كل لاعب بتنزله يا كابتن جابر راح نكون طبعا معاك، لان اعتقد ان كل الاسماء صحيح هناك، يا ولد يا ولد يا ولد، كل الاسماء المتميزه
لكن هناك طبعا لعيبة استثنائيين، هذا واحد منهم. شوف 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 الأناقة، شوف اللعب، شوف المهارة، شوف ميسي الإمارات هوب على الطاير. يا ميسي يا ميسي طارت عليك، طالت عليك. أشول رقم 10، جسم صغير له مستقبل كبير بإذن الله. ترجع إلى 7، الله 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 الله، يا عيني يا عيني يا عيني يا موسى على الطرف، يا حلاوتك يا عيني. شوتك الحارس المرة، والله إبداع وإمتاع فريق. عنده أيضا مشاركات، راح يشارك في البطولة خلج الله يا عبد الله حسين على طول. لكن الصافرة دقيقتين متبقي على نهاية المباراة، 4-2. يعني بركان في الشوط الثاني كان متميز، سجل هدف، عمل الضغط الدفاعي، عند المهارة ابتدى الخوف يروح بالنسبة للعيبة، بدأ يضغط بدأ. لكن هناك طبعا الفريق اللي قدامهم يمتلك الفكر التكتيكي العالي، قطع الكرة، الاستلام، هات وخذ، الضغط، التمريرة، صنع اللعب. صح ما سجلوا في الشوط الثاني لكن قدموا أداء جميل جدا، جمل تكتيكية مقروءة من اللاعبين مع المدرب. شوف الاستلام، شوف شوف المهارة، شوف التسليم، هذا رقم 7 ناصر، إلى الرائع، إلى المبدع، إلى النجم محمود يزن. الله عليك الله عليك ولد، الله يحفظك يا رب، الله يحفظك، ونشوفك بإذن الله في الأيام القادمة. فريق يتكون، ما نبغيك على مستوى الصالات، لا 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 لا، هناك أكثر أكثر، هذا الولد له مستقبل أكثر، لأن لعبة مش لعبة صالات، لا، هذا اللعيب ما راح يكون بس لعيب صالات، اللي طبعا الملاعب الحشيش هناك، طبعا الملاعب الكبير راح تسرقها. هذا النجم، هذا هو، هذا هو ما شاء الله تبارك الله، اذكروا اسمه، اسمه محمود يزن، هذا شكله، هذا اسمه، هذا روعته، هذا إبداعه، هو واللاعب رقم 6 اللي هو مايد جاسم. عبد الله حسين قوية في حائط الصد خارج الملعب. الثواني الأخيرة من الشوط الثاني. عبد الله حسين على طول، صالح أو عمر صالح ينضغط عليه، ترجع مرة ثانية يحاول يضغط رقم 8 جاسم يعقوب، الكرة خارج الملعب. هذا 9 حميد جاسم، كرة خارج الملعب. جاسم يعقوب، عبد العزيز محمد، وحميد جاسم، ومحمد عبد الله، يعني أسماء رنانة في سماء كرة. يا ولد يا ولد، الكل في الكل الآن يدفع بطبعا لاعب على أساس أن يعمل زيادة عددية، يعني يقول لك الآن نلعب في الثواني الأخيرة، ما هي خربانة خربانة، 4-2، أهجم يمكن أقلص الفارق. إني على طول الاستلام، التسليم، صافرة الحكم، حلوين الفريقين، رائعين الفريقين، ويبقى محمود يزن ومايد جاسم هم النجمين الراعين. 4 أهداف هم سجلوا، كل لاعب منهم هدفين، بينما عبد الله حسين وعمر صالح من سجل لبركان.